كان لنا اليوم شرف احتضان الجمع العام العادي لجمعية مدرسي علوم الحياة وفرح مراكش بحضور مجموعة من الشركاء، وأخص بالتذكير المديرية الجهوية للبيئة، المديرية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة مراكش أسفي، جامعة القضائية، مرصد واحة النخيل، ولكن كذلك كان حاضر معنا الجسم الإعلامي ممثل في المركز المغربي للإعلام والبيئة والطاقات الخضراء. الجدول أعمال هذا اليوم كان بطبيعة الحال كمختلف الجموع العامة، تم فيه تقديم بالإضافة إلى الكلمات جميع الشركاء الذين شرفونا بحضورهم، ومن هذا المنبر نتقدم الشكر الجزيل على الكلمات الطيبة التي ألقوها لفائدة جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض، ونؤكد لهم انفتاحنا الدائم من أجل تنزيل مختلف البرامج المشتركة مع هؤلاء. كما كانت الفرصة لتقديم الحصيلة السنوية وتقرير المالي بالإضافة إلى برنامج مقترح مشروع برنامج السنوي، واختتمت أشغال هذا اللقاء بتوقيع اتفاقية شراكة التي نعتبرها نموذجا على المستوى الوطني ما بين جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض بجهة مراكش أسفي والمركز المغربي للإعلام والبيئة والطاقات الخضراء، قصد بطبيعة الحال تصدير برنامج عمل مشترك يضمن تفاعل المجتمع المدني بشقيه العامل في المجال البيئة والتنمية المستدامة، ولكن بشقيه الإعلامي الذي نعتبره إحدى الحلقات الأساسية من أجل الترافع حول قضية البيئة ومناهضة التغيرات المناخية وإيفاء المغرب بالتزاماته من أجل مناهضة هذه التغيرات المناخية. إذن لقاء اليوم كان فرصة للقاء بجمعية من أكبر الجمعيات في المغرب العاملة في المجال البيئي، جمعية نعتز بتوقيع شراكة معها في إطار المركز المغربي للإعلام والبيئة والطاقات الخضراء. هذا المشروع ديال هذا المركز هذا الذي كيحاول يجمع ما هو إعلامي مع ما هو بيئي، كيحاول يخدم في مجموعة ديال المجالات المرتبطة بهذا الميدان هذا. هي فرصة إذن باش نوحدوا الجهود من أجل العمل جميعا.